على بركة الله، نحاول في هذه الحصة هذه نسترقوا الحل 48 40 صفحة 206 من الكتاب المفيد مستوى الثالثة إعداد. هنا شنو عندنا؟ عندنا ثلاثة النقاط الإحداثية ديالهم معروفة. قالوا لنا أولا بين أن المثلث هو أب قائم الزاوية وهي أصل المعنى. إذا باش يكون قائم الزاوية قرينا واحد الحاجة اللي هي مبرهنة فيثاغورس العكسية، وباش نطبقوا مبرهنة فيثاغورس العكسية خصني نشوف الطول ديال او ا وديال او بي وديال اب بي. صافي، دونك اول حاجه نمشيو نحسبوا هاد الاطوال. نقول اولا بين ان او ا بي مثلث قائم الزاويه وهي اصل المعلم. اذا او هي اصل المعلم ممكن نقول الاحداثيات ديالها هما صفر صفر ديال النقطة O. متفقين؟ أولا غنحسبو المسافة، نحسبو المسافة OA. دونك عندنا OA تساوي هي جذر مربع ديال XA ناقص XO أس 2 زائد YA ناقص YO أس 2 وغنعوض. أفصل نقطة أ، ها هو ناقص 6 ناقص أفصل نقطة أ صفر أس 2 زائد أرتب النقطة أ هو ناقص 8 ناقص صفر أس 2. صافي، حيت إكغيك أو راه صفر ناقص 6، إذا هادي غتعطينا ناقص 6 أس 2 زائد ناقص 8 أس 2. دائما هاد الروابط هادو بقاو ديرهم، يعني ناقص 6 أس 2 هي 36، 8 أس 2 هي 64، وإلا جمعناهم غتبقى تساوي 100 اللي هي 10. يعني إذا عندنا المسافة أو أ تساوي 10. غنجيو الحالة الثانية، غنحسبو المسافة أو بي. أوكي، نحسب المسافة أو بي. عندنا أو بي دائما هي إكس بي ناقص إكس أو أس 2 زائد إكغيك بي ناقص إكغيك أو أس 2. افصل نقطة ب وناقص 8 ناقص خلاه ديال او هما زيرو زائد ارتب النقطة ب شحال هي 6 ناقص اش ناقص صفر. تفقين؟ دونك هنايا هادي غتجينا ناقص 8 اس 2 دائما اس 2 زائد 6 أس 2 تساوي هي 64 زائد 36 اللي هي جذر مربع 100 اللي هي تساوي 10. إذن المسافة أو بي حتى هي تساوي 10. شنو يبقى لنا؟ حسبنا المسافة أو أ، حسبنا المسافة أو بي، إذا بقات لنا نحسبو المسافة أب بي. دونك أب بي هي إكس بي ناقص إكس أ، صافي إكس بي ناقص إكس أ أس 2 زائد إكغيك بي ناقص إكغيك أ أس 2. وغنجي نعوض هنا، أفصل نقطة ب عندنا هو ناقص 8 ناقص أفصل نقطة أ هو ناقص 6 زائد إكغيك ديال ب هي 6 ناقص أرتوب النقطة أ هو ناقص 8. هاد الناقص راه هي هادي وهاد الناقص هي هادي، الأفصول ديال النقطة أ هو اللي فيه ناقص 6
صافي كنعوض بالافصول. هاد الناقص هادي ما عندهاش علاقه به، هاد الناقصه هي الافصول ديال النقطه ا هو ناقص تا. عاود نفس الحاجه هنايا، كندير هاد الناقص والارتب ديال النقطه ا راه ناقص 8. وغنحسبو دونك عندنا هنا ناقص 8، كتجينا ناقص 8 زائد 6 أس 2 زائد 6 ناقص ناقص 8 هي غتجينا هنا تولي زائد 8 أس 2. دونك هنا لدينا يعني تساوي هنا ناقص 8 زائد 6 هي ناقص 2 زائد 6 زائد 8 هي 14، خاصة 14 أس 2 تساوي هي 4، 14 أس 2 راها 196 زائد 196 اللي هي تساوي جذر مربع 200. يعني إذن دابا احنا حسبنا المسافة أبي، احنا حسبنا المسافة أبي، لقينا المسافة أو أ هي 10، متفقين؟ المسافة أو أ هي 10، المسافة أو بي تا هي 10، أوكي؟ أو أ هي 10، المسافة أو بي هي 10، أو أ بي هي 200، صافي؟ جذر مربع 200. إذا باش يكون قائم الزاوية خصني نبين، غنشوفو بعدا فين خصو يكون الضلع الأكبر فيهم، هو اللي غيلعب لنا الدور ديال الوتر. هنا كنشوف هادو راهم متساويين، هنا هادي جذر مربع 100، هادي جذر مربع 100، وهذا جذر مربع 200. اذا فين راه الضلع، طول الضلع الاكبر هو ا بي، اذا هذا هو اللي غيلعب لنا الوتر. وبالتالي غنمشي غنحسب او ا اس اي 2 زائد او بي اس اي 2. او ا قلنا هي 10، اذا غتعطي لنا 10 اس 2 زائد 10 اس اي 2 هي 100 زائد 100 تساوي 200، و 200 هي جذر مربع 200 اس اي 2 اللي هي تساوي ا بي اس اي 2. لدينا يعني اذا شنو لقينا؟ لقينا او ا اس اي 2 زائد او بي اس اي 2 تساوي ا بي اس اي 2، متفقين؟ وبالتالي حسب مبرهنة فيثاغورس العكسية فإن أو أب مثلث قائم الزاوية في أشمن نقطة، النقطة اللي كتساعد هنا فيهم جوج هي أو، إذا قائم الزاوية في أو. وهنا كينتهي السؤال الأول. السؤال الثاني قالوا لنا لتكن سي الدائرة المحيطة بالمثلث، الدائرة المحيطة بالمثلث أو أب، صافي ألف قالوا لنا حدد مركز، حدد المركز أ والشعاع أف للدائرة س. غنجي هنا اش غنقول؟ بما أن كانت عندنا واحد القاعدة في الثامنة، بما أن المثلث أو أبي قائم الزاوية في أو، وصي الدائرة المحيطة بالمثلث أو أبي فإن مركز الدائرة سي، في هذه الحالة مركز الدائرة
سي هو منتصف الوتر. الا كان ا بي سي مثلث قائم الزاويه، عندنا هنا مصدر مثلث قائم الزاويه متساوي الساقين اللي عندنا كاع، هاد لقيناهم بجوج متساويين، بما ان فان المركز ديال هاد الدائره هادي كيكون هو منتصف الوتر. منتصف الوتر، والوتر عندنا هنا في هاد الحاله بما اننا مثلث قائم الزاويه في او، فالوتر هو ا بي، هو منتصف الوتر ا بي، وشعاعها اغ كيساوي هو ا بي على جوج. صافي، دونك نحددوا الاحداثيات ديال او. اذا اش غيكونوا الاحداثيات ديال او؟ شنو قلنا؟ هي منتصف الوتر، اذا غتكون اكس ا زائد اكس بي على جوج، إيكغيك أ زائد إيكغيك بي على جوج. أفصول النقطة أ عندنا هو ناقص 6، أفصول النقطة بي هو ناقص 8 على جوج، الأرتوب ديال أ هو ناقص 8، والأرتوب ديال بي هو 6 على جوج. دونك هنايا ناقص 8 ناقص 6 ناقص 8 هي ناقص 14 على جوج، هذه هي ناقص جوج على جوج. إذا الإحداثيات ديال النقطة أ هما ناقص 7 ناقص 1. عاود أغ بالنسبة للشعاع، أغ شنو قلنا؟ هو أ بي الوتر ا بي على جوج، و ا بي المسافة ا بي راه سبق لينا حسبناها هي جذر مربع 200 على جوج. ما إلا بغيت نختزل هاد الشي شوية غندير جذر مربع 200 هي 4 في 50 على جوج، اللي هي غتساوي ليا هنايا هي جذر مربع 4 في جذر مربع 50 على جوج تساوي جوج جذر مربع 50 على جوج. غنختزل بالجوج كتبقى لي هنا هي جذر مربع 50. متفقين؟ وهاد جذر مربع 50 بغينا نزيدو نختزلو حتى هي هي 50. شنو هي؟ هي 25 في جوج وهنا غنفرقوا لهم جذر مربع، غتبقى لي اغ الشعاع ديال هاد الدائره هادي هو 5 جذر مربع 2. هادي بالنسبه فيما يخص سؤال الف. سؤال باء قالوا لنا بين ان بين ان النقطه اي، شوف في الكتاب، في الكتاب عطينا هنا النقطه في الاحداثيات عطينا ناقص 6 8، هذيك النقطه ناقص 6 8 راه غلطه، ديك 8 راه غلطه حيت هذيك راه ما كتنتميش للدائره. اذا هذيك 8 ردوها 6، بين ان النقطه الاحداثيات ديالها ناقص 6 6 تنتمي الى دائرة س. إذا باش تكون نقطة كتنتمي للدائرة خص المسافة ديالها على الشعاع تكون المسافة ديالها على المركز تكون كتساوي الشعاع. دونك نحسبو المسافة اي او، نحسبو المسافة اي او نشوفو واش كتساوي الشعاع. دونك غندير اكس او ناقص اكس اي أس اي 2 زائد ايكغيك او ناقص ايكغيك اي أس اي 2. أفصول نقطة أ، إحداثيات ديال النقطة أ عاد دابا لقيناهم هاهما ناقص 7 ناقص 1. دونك أفصول النقطة أ هو ناقص 7 ناقص 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 6، دونك غتولي هنا زائد 6 أس إي 2. إيكغيك أو عندنا هنايا إيكغيك ديال أو هي ناقص 1، متفقين؟ ناقص 1 ناقص 1 ناقص 6 أس إي 2. دونك ناقص 7 زائد 6 هي ناقص 1 أس 2
زائد ناقص واحد ناقص ستة هي ناقص سبعة أس اثنان، دونك هي ناقص واحد أس جوج، هي واحد زائد سبعة أس جوج ليه هي 49، تساوي هي جذر مربع 50. هاد جذر مربع 50 ممكن نكتبها هي 25 في جوج اللي هي 5 جذر مربع جوج. إذا وبما أن الشعاع عندنا عندنا حسبناه، الشعاع عندنا هو إغ كيساوي، بما أن إغ يساوي 5 جذر مربع جوج، فإن المسافة إي أو تساوي الشعاع. إذن أو إذن عفوا إي تنتمي إلى الدائرة سي، صافي إي تنتمي إلى الدائرة سي. هذا فيما يخص سؤال ب. غننتقلوا دابا للثالث، الجزء الثالث ولا السؤال الثالث، نطلب فيه نحددوا ألف حدد معادلة مستقيم أو أ. دونك المعادلة المستقيم لدينا أو أ، معادلة ديال المستقيم أو أ العموم هي y تساوي mx زائد b. خصنا نحددو هذا الميل ولا المعامل الموجه، خصنا نحددو b. دونك اول حاجه نحددو b، بما ان النقطه A كتنتمي للمستقيم OA، كتنتمي للمستقيم OA، و O تا هي كتنتمي للمستقيم OA، فان الميل ديال المستقيم ديالنا هو y a ناقص y o على x a ناقص x o. وغنعوضو هنا ورتوب النقطة A عندنا هو ناقص 8 ناقص 0، وفصول هو ناقص 6 ناقص 0، دونك تساوي ناقص 8 على ناقص 6 اللي هي 8 على 6. وغنختزلو هاد 8 ممكن تكتبها هي جوج في أربعة، وستة هي جوج في ثلاثة، وغتختزل بالجوج غتبقى لنا هنا أربعة على ثلاثة. يعني رامينو دابا معادلة ديال المستقيم ديالنا أو أ إيكغيك تساوي هي أربعة على ثلاثة إكس زائد بي. وشنو عندنا باش نحدد بي؟ عاود بما أن او الاحداثيات ديالها هما 0 0 كتنتمي للمستقيم او ا، فان y او تساوي 4 على 3 x او زائد b. y او هي 0 تساوي 4 على 3 0 زائد b، اذا هذا الشيء كامل b كيساوي 0. يعني اذا ومنه المعادلة ديال المستقيم أو أ هي Y تساوي 4 على 3 X، صافي Y تساوي 4 على 3 X. مزيان. السؤال باء قال لك حدد معادلة المستقيم، حدد معادلة مستقيم دلتا المار من سي والموازي لأو أ، صافي مار من سي، سي كنعرفو الإحداثية هذا وموازي لأو أ. دونك بما أن دلتا يوازي او ا، اذا كانوا مستقيمان متوازيين فان لهما نفس الميل، يعني الميل ديال المستقيم دلتا كيساوي الميل ديال المستقيم او ا، والميل ديال المستقيم او ا عاد دابا حددناه هو 4 على 3
صافي هو عاد دابا حددنا 4 على 3، اذا كتولي عندي المعادله ديال دلتا دونك تساوي 4 على 3، بالتالي المعادله ديال دلتا هي اي كيساوي 4 على 3 اكس زائد بي. دونك خصنا نحددو هاد بي هادي باش بهاد النقطة سي اللي كتنتمي لدلتا، لدينا سي تنتمي إلى المستقيم دلتا، يعني شنو؟ إيكغيك سي يساوي 4 على 3 إكس سي زائد بي. إيكغيك النقطة سي ورتوب النقطة سي عندنا هو صفر، لا عفوا 14، وفصول النقطة سي هو ناقص 14 كيساوي 4 على 3، الأفصول هو اللي كيساوي في صفر زائد بي، إذا كتساوي ناقص 14 تساوي حيتاش 4 على 3 في صفر هي صفر، إذا ومنه المعادلة ديال المستقيم أو أ هي إيكغيك يساوي 4 على 3 اكس و بي غنعوضوها بناقص 14، صافي ناقص 14. قالوا لنا ج المستقيم اي او يقطع دلتا في اف. هاد الكتابه هادي غير حيت شي مرات خصنا شي معطيات نبقاو نترجموهم، صافي هاد الكتابه هادي يعني ممكن نقول غير على وديت هاد الكتابه هادي ممكن نقول النقطه اف تنتمي المستقيم اي او و اف كتنتمي المستقيم دلتا، الا كانوا كيتقاطعوا في ديك النقطه فراه كتنتمي ليهم بجوج، صافي. السؤال قالوا لنا حدد احداثيتي اف، حدد احداثيتي النقطه اف. اذا اول حاجه نحددوا المعادلة ديال المستقيم اي او، نحددوا المعادلة ديال المستقيم اي او، لدينا المعادلة ديال المستقيم اي او كتكتب على هذا الشكل، ايكغيك او يساوي عفوا ايكغيك كتساوي ام اكس زائد بي، متفقين؟ دونك بما ان النقطة اي كتنتمي المستقيم اي او و او تا هي راها كتنتمي المستقيم اي او، كمل هنايا، فان غنجي نحسب الميل، الميل ديالنا هو ايكغيك او ناقص ايكغيك اي على اكس او ناقص اكس اي تساوي، غنبقى نعوض دابا وفصول نقطة او الارتوب عفوا الأرتوب إيكغيك أو عندنا هنا هي ناقص واحد، سبق لينا حددنا ناقص واحد، إيكغيك إي هي ستة، إكس أو هي ناقص سبعة، والأفصول ديال النقطة إي ناقص ستة مع ناقص غتولي زائد ستة، دونك كتكون ناقص واحد ناقص ستة هي ناقص سبعة، ناقص سبعة زائد ستة هي ناقص واحد، هاد الشي هذا كيساوي سبعة. إذا دابا المعادلة ديال المستقيم ديالنا غتولي على هذا الشكل، صافي شنو هنا حددنا غير ام، متفقين؟ دونك غنجي ونعوضو ام هنا، دونك إيكغيك او إحداثيات ديالها هما عفوا المعادلة غتولي هي سبعة إيكغيك يساوي سبعة إكس زائد بي.
باش نحدد بي دائما غناخد شي نقطه كتنتمي لهذا المستقيم وكنعرف الاحداثيات ديالها ونعوض. ناخذ مثلا لدينا نقطه او تنتمي الى المستقيم، راها كتنتمي للمستقيم اي او. يعني شنو؟ ان ايغريك او تساوي 7 اكس او زائد بي. افصل نقطة ايغريك او، ايغريك او عندنا هو ناقص 7، عفوا ايغريك او هو ناقص 1 تساوي 7 في اكس او هي ناقص 7. دونك هي ناقص 1 تساوي ناقص 49 زائد بي. دونك غتولي هنا ناقص 1 زائد 49 تساوي بي. اذا بي غتولي كتساوي هنا 48. ومنه المعادلة ديال المستقيم اي او هي ايغريك تساوي 7 اكس زائد 48. ولكن دابا مازال ما جاوبناش على السؤال، هو خصنا نحددوا الاحداثيات. دابا شنو عندنا؟ شنو عندنا؟ بما ان اف كتنتمي للمستقيم اي او، فإن اف كتنتمي للمستقيم اي او، اذا ايغريك اف تساوي 7 اكس اف زائد 48. وشنو عندنا عاوتاني؟ وعندنا اف راها كتنتمي للمستقيم دلتا. إذا كانت كتنتمي للمستقيم دلتا، إذا كانت اف تنتمي الى المستقيم ياك تنتمي الى المستقيم دلتا، فان الاحداثيات ديالها كيحققوا لي المعادله ديال المستقيم دلتا اللي سبق لي حددتها. ها هي فين سبق لي حددت المعادله ديال دلتا؟ هذا راه دلتا، معادلة ديال المستقيم دلتا غلط هنا، راه حيتاش خدام على المستقيم دلتا. إذا بما أن راه كتنتمي لإف كتنتمي لدلتا، فإن عاوتاني إيكغيك إف كيساوي 4 على 3 إكس إف ناقص 14. صافي عندي إيكغيك إف كتساوي هادشي وإيكغيك إف كتساوي هادشي، إذا 4 على 3 إكس إف ناقص 14 تساوي 7 اكس اف زائد 48. وغنقلبوا على اكس اف، قلبوا هنا على اكس اف، دونك غتولي تجينا هنا 7 اكس اف ناقص 4 على 3 اكس اف تساوي ناقص 14 ناقص 48 ناقص 14 ناقص 48. صافي هذه غتولي هنا هي الناقص وهذه غتولي هنا ناقص. المقام الموحد عندنا هنا هو 3، هاد 7 غتولي هي 21 على 3 اكس اف ناقص 4 على 3 اكس اف ناقص 14 ناقص 48 هي ناقص 62، هي ناقص 62. 21 ناقص 4 هي 17 على 3 اكس اف تساوي ناقص 62. دونك اكس اف غتساوي هي ناقص 62 في 3 على 17، وغنحسبوا هذا الشيء. هذا هي ناقص 3 في 2 هي 6، 2 في 3 هي 6، و 3 في 6 هي 18. صافي دونك هادو هما الاحداثيات ديال النقطه اكس اف. وكيبقى اخر سؤال، اخر سؤال هو حدد احسب. صافي دونك عفوا مازال ما ساليش، دونك هنا لقيت اكس اف، هل افصل
قيت الاوفسور شنو مازال خاصني ايكغيك اف. اذا عاود لدينا غنرجع لهادو شنو عندي ايكغيك اف كتساوي هادي وايكغيك، غناخد شي وحده منهم غنعوض فيها اكس اف وغنلقى ايكغيك اف. دونك لدينا مثلا لدينا ايكغيك اف يساوي 7 اكس اف، 7 اكس اف زائد 48. دونك ايكغيك اف غنلقاها هي 7 في اكس اف، عندنا النقطة اكس اف شحال هي؟ النقطة اكس اف ها هي، هي في ناقص 186 على 17 زائد 48، و غنحسبو هادشي هذا، هادي ناقص. دونك غتجينا هنا 7 × 6 = 42، 7 × 8، 7 × 8 شحال هي؟ هي 56 مع 4 د الاحتفاظ هي 60، إذا كتكون لنا 6 د الاحتفاظ، 7 × 1 = 7، وهذه هي 13، 13 × 17 زائد 48. حاولوا نوحدوا المقام، هي ناقص 1302 على 17 زائد هذه 17، وغدير 48 في 17، 48 في 17 نحاول نحسبها بكالكولاتريس، 48 في 17 هي 816. دونك هذه تساوي ناقص 1302 على 17 زائد 816، كل شيء على 17. دونك غندير 1302، 1302 ناقص 816 تساوي هي ناقص 486 على 17، هذه هي إيكغيك إف. صافي، دونك هذه هي إيكغيك إف، يعني إذا ومنهم نقطة إف الإحداثيات ديالها هما ناقص 186 على 7 ناقص 486 على كلهم على 17. وكيبقى آخر سؤال، آخر سؤال قالوا لنا احسب، احسب اي اف، احسبوا المسافة اي اف. دونك اي اف تساوي هي جذر مربع ديال اش، ديال اكس اف ناقص اكس اي اس اتنان زائد ايكغيك اف ناقص ايكغيك اي اس اتنان، وغنعوضو هنايا وفصول نقطة اف، وفصول نقطة F هو ناقص 486 على 17 إكس إي، وفصول نقطة إي هو ناقص 6، معاد ناقص غتولي زائد 6، إيكغيك إف إكس إف راها 186، هذه هي اللي ناقص 486 على 17 ناقص 6 أس 2. دونك نحاول نوحد بعد المقام هنا لداخل، هي ناقص 186 على 17، مقام واحد هو 17 زائد 6 × 17 على 17 أس 2، غتجينا هنايا هي ناقص 486 على 17 ناقص 6 × 17 على 17 أس 2، دونك هي ناقص 186 زائد 6 × 17، 6 × 7 هي 42، 6 × 1 = 6، وربعة هي 10، 4 د الاحتفاظ على 17 كاملين زائد
او غاتجينا هنايا هي ناقص 486 ناقص 102 على 17 اس 2. دونك غنحسبو هاد الشيء هذا، غتولي ناقص 186 زائد 102 هي ناقص 84 أس 2 على 17 أس، حتى 17 أس 2 غنفرقو ليهم هاد الأس، زائد هادي غتعطينا هي 5588، حيتاش 2 زائد 8 وهادي 8 وهاد الناقص دائما هنا أس 2 على 17 أس 2. غير شوية نبسطو هاد الكتابة وصافي. دونك غيولي يجينا هادشي كامل في مقام واحد اللي هو 17 أس 2، هادي غتبقى 84 أس 2 زائد 588 أس 2 كاملة. دونك غتولي هاد 17 تخرج، غيولي عندي هنا جذر مربع ديال 84 أس 2 زائد 588 أس 2 على 17. متفقين؟ دونك الى بغينا نزيدو شويه نفصلو في هذه، غتولي تجينا هنا هذه خليها هي 84 اس 2 588 راها هي 7، 84 في 7 كلشي اس 2 على 17. نحاول نكمل هنايا، دونك هذا المقام غيبقى هو النيت، هذه 84 اس 2 84 أس 2 زائد هادو غنفرق لهم الأس، 84 أس 2 في 7 أس 2 صافي. دونك تساوي غنزيد هنا غنعمل ب 84 أس 2 غتبقى لي هنا 1 زائد 7 أس 2 على 17، غتخرج 84 برا، غتولي هادي غتولي هي 84 على في جذر مربع ديال 1 زائد 7 أس 2، 7 أس 2 على 17 تساوي هي 84 جذر مربع، 7 أس 2 هي 49، دونك 1 زائد 49 تساوي هنا هي 84 جذر مربع 50 على 17، ونهاية التمرين.